اقدم لحضراتكم نموذج من اللاعبين المصريين ان شاء الله باذن الله، ودايما على وعدنا معاكم ان احنا هذا الملف موجود معانا ومش هنزهق. في لعيبه مصريين ذو جنسيه مزدوجه بيلعبوا في اوروبا، عندهم بعضهم عندهم مستويات مميزه جدا. هذا الملف اللي مشيت فيه المغرب والجزائر وتونس، وعلى فكره الراس الاخضر مشي في هذا المشروع من 2007 وكان عنده لعيبه يعني عندها هذه الجنسيه او مزدوج الجنسيه موجودين في اسبانيا وموجودين في بلاد اوروبا، عملوا مشروع واشتغلوا عليه، وكانت من نتيجه هذا المشروع المنتخب الكبير اللي بنشوفه دلوقتي لكاب فيردي. اعتقد يعني بعد البطوله الافريقيه ان شاء الله ربنا يوفقنا فيها، وان شاء الله لو فزنا ما ننساش الشغل، يعني دايما الفوز والفرحه. انا يعني ان شاء الله متفائل ان احنا ان شاء الله نعمل حاجه كويسه، لكن لو يعني ربنا كرمنا وفزنا بهذه البطوله بعديها ما ننساش والفرحه تاخدنا واحنا ماشيين صح. احنا لا ماشيين غلط لغايه دلوقتي، حتى لو كسبنا احنا ماشيين غلط. ان شاء الله نمشي ونعدل مسار الكره المصريه ب يعني بقرارات، يعني ان شاء الله تكون قرارات ايجابيه لصالح الكره المصريه. تعالوا نشوف مع حضراتكم هذا النموذج من لاعب مصري بيلعب في اوروبا. كمان من المراكز اللي اعتقد في مصر محتاجين ليها مركز المساك، المدافع بيلعب مدافع وبيلعب وسط ملعب مدافع، كمان من المراكز المهمه. لكن زي ما بقول لحضراتكم محمد احنا اتناقشنا في الجزئيه دي كتيره جدا، ان هذا الملف مش هنقفله ومش هنزهق ان احنا نقول، لان احنا شايفين ده وسيله من بعض الوسائل اللي ممكن جدا في المستقبل القريب يكون عندنا عدد كبير جدا جدا محترفين. وهأيد جزء من تصريحات محمد صلاح في هذه الجزئيه، ان هو بيقول ان المنتخب المصري يفتقد للعيبه كثيره جدا لازم تكون متواجده في اوروبا في الفتره اللي جايه. يعني بحيي الكابتن كل مره طبعا على الفقره دي تحديدا، ومش هنمل ولا نزهق ان احنا نتكلم على ان احنا لازم يكون عندنا كشافه بيتابعوا اللعيبه المزدوج الجنسيه. في عدد كبير جدا من اللعيبه موجود في اوروبا، على الاقل خالص هتلاقي في لاعب او اثنين او ثلاثه ممكن يكونوا مؤهلين للعب في المنتخب. وده هيضيف كتير جدا للمنتخب في ظل يعني ان مشكلتين اساسيتين في مصر حاليا، ندره المواهب والعقليه.